فريقنا تقريبا اغلب اللاعبين لاعبين شباب نسبه كبيره جدا، وانا قلت يعني انه سابقا انه عندنا لاعبين يستحقون انه يلعبون باوروبا، لكن الاعلام عليهم مو كبير جدا. اعتقد انه اغلب اللاعبين بصراحه، لانه عندنا لاعبين كثار يستحقون يلعبون باوروبا بدون ذكر اسماء لانه العدد كبير. اودينيزي اعتقد انه واحد من الفرق الكبيره في اوروبا، لانه دائما ما يستقطب المواهب الشابه في سبيل انه بعد سنتين او ثلاث سنوات زيجهم فرق كبيره. صار لي هاي السنه الثانيه في فريق اودينيزي، من قبل سنتين او ثلاث سنين كنت قريب من اودينيزي، لكن الحظ ما حالفني اول سنه بتركيا، لكن السنه الثانية انتقلت الأودينيزي. أعتقد أنه كانت انطلاقة كبيرة بالنسبة لي، لأنه لعب في أوروبا إلى طعم خاص بالنسبة للاعب كرة القدم، خاصة لما يكون جاي من العراق أو من تركيا أو من غير بلد. بصراحة لعب في أوروبا فتشيرة، أعتقد أنه قدمت أول موسم مستوى كبير جدا، أطمح إلى تقديم مستويات أفضل إن شاء الله. أكيد هي الأضواء تكون بنسبة كبيرة على اللاعبين المحترفين في أوروبا، خاصة لما يكون عددنا قليل جدا، يعني إحنا بعض اللاعبين المحترفين في أوروبا. بصراحة الدوري الإيطالي اسم كبير جدا، أحد من أفضل الدوريات الكبيرة في أوروبا، فلما ترجع على بلدك أو لما ترجع على المنتخب عليك أنه تطلع بأفضل صورة، لأنه الناس المنتخب اللاعبين يعولون عليك كثير، خاصة في مباريات صعبة مثل اليابان وأستراليا. أكيد طبعا أنه لازم أجيب أضعاف اللي ما يقدمه الفريق العراقي في هذه المباراة، يجب أنه أساعد الفريق كثير في مباريات كبيرة، وأعتقد أنه هذا اللي راح أسويه إن شاء الله.